الدرس عن الجمع عم تكتبوه؟ طيب واحد زائد اثنين انا بدي اقوم واحد اذا ما عرفت شعوبا عد عد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كل كتبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كويس حدا ماشي دون صوت بدي علم ما قامت تعا انت كويس يا ما تعا انت انت ما قامت يلا يا ابراهيم كويس هلا بدنا نكتب الكلمة نفس الكلمة هاي الزلمة عليه ويرفع قضيتك من المختصر هذا الناس هو هيك خلص استاذ زود لل 14 واحد كويس واحد زائد 5 الدفتر هون وروح يلا نوزعه لغيري تروح واحد زائد 20 هلا واحد زائد 10 تعي فاطمة برفع اللي طيب بعدها واحد زائد 12 أنا نزحنا إلى قاطع قطمي من حوالي 4 أشهر طبعا إجينا لهون تحت أشجار الزيتون شفت المعاناة اللي بيعانيها الأطفال حاولت أنه أعمل خطوة تطوعية مني بإقامة مدرسة تحت أشجار الزيتون طبعا الفكرة لاقت وكان في استجابة لها الفكرة وشان أنه الطفل يتم مستمر مع الأفكار والمعلومات اللي تلقاها بالمدرسة قبل النزوح أنا حلمي أنه يكون في مدرسة هون ويكون فيها كافة المستلزمات من مقاعد من خيام من قرطاسية عشان هالجيل هذا ما يضيع ويستمر بالتعليم وتستمر ثورتنا مع هالجيل الصغير.